يقول أبلغ من العمر 14 عاما وقد اعتمرت من السيل، ولكن بعد أن نويت بعمرة كنت ألبس السراويل وضعت الطيب على الإحرام، ولكن بعد علمي بالمحظور بالنسبة للعطر غيرت إحرامي، فهل علي شيء بالنسبة للعطر؟ ما دام أنك تطيبت جاهلا ثم لما علمت غسلت الطيب فليس عليك شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، والجاهل لا يؤاخذ. ما دام أنك غسلت الطيب أو استبدلت الثوب بثوب آخر فليس عليك شيء. نعم. وبالنسبة للسراويل، السراويل كذلك، إذا أنك لبستها ناسيا أو جاهلا فلما علمت خلعتها فليس عليك شيء. نعم.